السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إن شاء الله الفيديو بتاع بيع الحمام هيكون يوم الأربعاء. الحمام اللحم اللي في السلكات دي كلها هنعرضه للبيع يوم الأربعاء. أنا بقول من بدري، الفيديو بتاع النهاردة اللي هنشره يوم الاثنين هيبقى عبارة عن إيه؟ فيديو النهاردة إن أنا هجهز الحمام، إن أنا هرشه من الحشرات. هوريك برضه هرش الحمام بإيه عشان لو أنت خدت من الحمام فيما بعد وظهر عندك حشرات تعرف تتعامل مع الحشرات. هقول لك على أأمن حاجة أنا وصلت لها برشها رش مباشر على الحمام مباشرة، وفي نفس الوقت ما بخافش لا على زغاليل ولا على البيض. هننشر فيديو رش الحمام من الحشرات الاثنين، وفيديو الثلاث هيكون تحصين الروشة اللي هنعطيه الحمام اللي بينفكه تحت المية. يبقى تمام كده. أنا بنبه عشان الناس اللي هيقول لي إن أنا ما شفتش فيديو البيع، يبقى يا جماعة اللي هيكون له الأولوية إن هو يشتري حمام مني، الناس اللي مكلميني على الواتس من زمان مش مكالمات تليفونية، لأني أنا ما بفتكرش المكالمات التليفونية. مكالمات المحادثات الواتس هي اللي بتفكرني، بكون عارف أنت عايز إيه، برجع للمحادثات. لو أنت قلت لي أنا مكلمك من زمان في المحادثات وبعت لي على نفس الواتس طبعا بفتكرك، وده اللي له الأولوية إن شاء الله. طبعا اللي مش هياخد المرة دي يعذرنا لأن العدد محدود، العدد السلكات دي كمان الخشب دي كله هنعرضه. يا جماعة والله ما حدش بيعمل كده، ما حدش بيجهز الحمام، ما حدش بيبيع الحمام اللي عنده الشغال ويرجع يبدأ يجهز من جديد شبابات يحطها في السلكات، لأن الموضوع ده موضوع متعب جدا جدا جدا. الله يعيننا عليه إن شاء الله. لكن عشان خاطركم انا بعمل اي حاجة، اللي محدش بيعمله انا بعمله علشان المتابعين بتوعي يكونوا مبسوطين ان شاء الله. اللي هنعرضهم للبيع حوالي 24 قص او 23 قص عشان تكون الناس كلها عارفة. الناس اللي بتطلب كميات كبيرة مفيش كميات كبيرة، احنا هنحاول نراضي الناس اللي هي طالبة جوزين ولا حاجة، دول اللي نبدأ نراضيهم الاول. لكن اللي عايز 10 و20 ولغاية 100 و150 معلش يتصرف او ياخد مني الجوزين، يعني اذا تبقى له حاجة، اذا كان هو مكلمني من زمان. يعني لو عندك بخاخة زي كده هتكون مريحك قوي. بالظبط هي ديت، هتجيبها بحوالي 100 120، انا مش عارف دلوقتي هي بكام. انا كنت شاريها ب90 من حوالي سنة كده. الحمام ده اتحصن جدري واتحصن سلمونيلا، لسه هنحصنه تحصين الروشة اللي هو ان شاء الله هنعمله بكرة، فيديو بكرة. وبرضو ما عادش غير اللي هو رش الحشرات اللي انا برش بيه سيباسيل. سيباسيل اللي امن جدا على الحمام اللي هتشوف صورته دلوقتي. 1 سنتي على لتر المية. هي البخاخة دي اللي معايا بتاخد 2 لتر مية، فيها علامة كده لحد 2 لتر اهو، اخر علامة دي بتاخد 2 لتر اللي عندها. وببدأ ارش رش مباشر على الزغاليل وعلى البيضة. وطبعا ده هنقول ايه، مع زغيل ومع بيض مثلا اهو، ما تخافش من حاجة اهو. انا برش هكذا يعني اهو، برش كل الحمام سواء في حشرات او ما فيش في حشرات. يعني مثلا برش مرة كل شهر، لكن انت لو اول مرة تستخدمه هترشه مرة، وبعد 5 ايام مرة، وبعد 5 ايام كمان مرة. يعني هتكرره 3 مرات كل 5 ايام مرة. ده لو انت شفت ان في حشرات وانت اول مرة تستخدمه، عشان الحشرات ما ترجعش تاني، وعشان تقضي على بيض الحشرات اللي هو لسه هيفقس لو في حشرات عندك وانت اما اول مرة تستخدم السيباسيل. تمام. لكن لو بتستخدمه كفاية مرة كل شهر ان شاء الله، بعد ما تنظف تروح راشش الحشرات بالشكل ده. طبعا كل اللي بنعمله ده عشان اللي ياخد مننا حمام يدالنا وياخد الحاجة حاجة نظيفة ان شاء الله، ما يكونش فيها مشاكل بإذن الله. اهو زي ما انت شايف ده حمام رائد على بيضة اهو، انا برشه مش خايف من حاجة، وبرش هنا حتى على الزغاليل الصغيرة اللي انت شايفها جوه دي، وعلى اهاليها وعلى المكان كمان. يعني برش كمان السلكة والحمام برضو اللي في الأوضة هرشه كمان اهو. عندي هنا زغاليل وعندي اهو الاهالي. لكن طبعا يعني ايه، بقدر الامكان حاول لو عرفت تمسك الفرد وتبعد عن العين يكون افضل، وابعد عن البيض وعن الزغيل لو زغيل فاسه برضو يكون افضل. يعني ايه، هو امن فعلا، لكن لو اتبعت ارشادات الامان برضو يكون احسن، اللي هي تبعد عن العين وتبعد عن البيض وتبعد عن الزغيل الصغيره. لكن انا بقول لك ان هو امن.
طبعا هنا جود سيلفر. جود سيلفر ده لا مش هنبيعه لان ده انا لسه ببدأ فيه جديد، لسه ما كونتش منه سلالة، الجزء الوحيد عندي اللي هو شغال يعني. فان شاء الله نعمل منه سلالة قبل ما نبيع يعني ان شاء الله، لاني لسه بجربه واجرب شغله عشان نشوف امام اللحم الابيض افضل ولا اللحم السيلفر افضل في شغله. لكن لغايه الان انا شايف السيلفر ممتاز جدا جدا في شغله يا جماعه، وان شاء الله نبقى نعمل لكم مقارنه عن الشغل بتاعه باذن الله. حاول برضو بنبعد عن البيض على قد ما نقدر يعني، لكن لا ما تخافش يعني لو طرطشت عليه كده يعني على الماشي ما فيش مشكلة، لكن ما تعمدش ان انا ارش البيض يعني. هو رائد على الحصى اهو، انا برش الحمامة وهي رائدة، مضطر يعني بدل ما اقعد امسكها. ما تعملش زيي، لو انت خايف ما تعملش زيي، امسك الحمامة في ايدك ورشها، لكن انا مش هعمل كده لان يعني ايه مجهود عليا، انا ما اقدرش اعمل كده. لكن انت لو تقدر تمسك كل حمامة ترشها بنفسك في ايدك يبقى كتر خيرك قوي. انا اشوف رشيت الزغيل والحمام اهو، شوف الزغيل اتبلت ايه خالص، بقت مبلوله ميه. هرش كده واحاول برضو ان انا ارش المكان على قد ما اقدر كده، فوق السلكات، الشبابيك، شبابيك السلك دي، المكان اللي بقف فوق الحمام ده ارشه برضو. طيب لو انت عندك الحمام سايب زي كده بيطير ويشوف السما اهو، انت شايفه هو والسماء واحد يعني، ما تقدرش ان انت ترشه بالبخاخه زي كده هيطير منك، مش هتعرف ترشه. هتعمل ايه؟ طبق زي ده هنحط له حاجه يستحمى فيها برضو للحشرات. دول 5 لتر ميه، حط عليهم 5 سنتي من الافريزين ده، ده علبته. طبعا الحمام اكل وشرب، احنا اكلناها وشربناها عشان ما نشربش منها كتير يعني، تمام. وهنحط عليها 5 سنتي بالنظر كده، ادي 5 سنتي حطيناهم عليها والحمام يستحم. طبعا الحمام بدأ ينزل يستحم اهو. احنا حاطين في المية دي زي ما شفت حضرتك افريزين، لكن هو ينفع افريزين او اوكتوميسرين، الاثنين بشري من صيدلية بشري. هتحط 1 سنتي على لتر المية ايا كانت كمية المية اللي انت هتحطها، وممكن على فكرة تحطها في البخاخة وترش منها زي ما انا رشيت منها الحمام كده، ممكن ترش بالافريزين او الاوكتوميسرين. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان تشوف باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.